السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة حديقة تي في، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد والقديم في نفس الوقت. نعود لكم لأغصان الورد الجوري التي زرعناها قبل 14 يوم. ورد الجوري الذي زرعناه قبل 14 يوم بدأ في إخراج الوريقات كما تشاهدون، بدأ في إخراجها، يعني طبعا بعد العناية به وسقيه وريه، وطبعا بعد إعداد التربة وكذلك إعداد الدبال. فكما تشاهدون مجموعة من الأغصان يعني أخرجت أوراقها ونبتت من جديد، كما تشاهدون خرجت مجموعة من البراعم الصغيرة من هذه العقل التي كنا قد أحضرناها من البادية من طرف أحد الأصدقاء. لكن كما تشاهدون الأغصان الصغيرة فهي ماتت ولم تستطيع النمو من جديد، كما تشاهدون فهي الآن جفت وستموت أو ماتت بالأحرى، بينما الأغصان التي ظلت خضراء، هذه الأغصان التي ظلت خضراء فهي أخرجت براعمها في انتظار نموها أكثر وإخراج الورد الجوري بألوان مختلفة، الأحمر والأصفر والأبيض. نضرب لكم موعدا في فيديو آخر إن شاء الله عندما يخرج الورد. تحيات قناة حديقة تيفي.